هجوم كبير جدا على الفنان محمد رمضان، وده بعد الحادثه الشهيره اللي حصلت في محافظه الشرقيه واللي بطلها طفل عنده 17 سنه حب يقلده في فيلم عبده موته، وكانت النتيجه مقتل طفلين صغيرين. وكانت مباحث بالبيس بمحافظه الشرقيه القت القبض على القاتل اللي قال انه قتل الطفلين بالغلط، وانه كان لسه شايف فيلم عبده موته وهو بيحب محمد رمضان جدا وكان عاوز يقلده. وقال المتهم ان الطفلين في النت كافيه استفزوه وقالوا له ما تقدرش، فضرب طلقه من المسدس اللي معاه فجت في راس طفل وخرجت منها لتستقر في رقبه اخوه الصغير، وبكده قتل الطفلين. اهالي البلد ابدوا غضبهم وهاجموا الفنان محمد رمضان وقالوا انه سبب رئيسي في اللي حصل لان المتهم اتاثر جدا بالمشاهد اللي قدمها في فيلم عبد موته، وعلشان كده حب يقلده، وكانت النتيجه جريمه راح ضحيتها طفلين. انتشرت الحادثة بشكل كبير جدا على مواقع السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات كلها تهاجم محمد رمضان وطلبته بعدم تقديم أدوار البلطجة والمخدرات مرة تانية، واتهموه إنه بوظ جيل كامل من الشباب. محمد رمضان قال إنه ملوش ذنب أبدا في ده، وإن اللي حصل ده نتيجة لتربية الأسرة، وقال كمان إن دور الأسرة والمدرسة هي الأساس والأصل في التربية مش الفن، وهو بالأعمال اللي قدمها كان بيلقي الضوء على نماذج موجودة في الواقع وفي المجتمع. يعني أقول إن السؤال هنا للأسرة وللحكومة، إزاي طفل يعني أسرته تسمح إنه ينزل بسلاح زي ده؟ جاب الرصاص منين اللي قدر إنه يعمل بيه كده؟ دي الأسئلة العقلانية. أسيب الأسئلة، أسيب دور الأسرة ودور الحكومة. فين الحكومة اللي تخلي طفل يمشي بسلاح في الشارع وتيجي تتهم؟ يعني لا، ربنا يوفق الجميع وربنا يستر على الشعب المصري جميعا. الهجوم اللي اتعرض ليه محمد رمضان مش اول مره، فسبق واتهاجم كتير جدا حتى من نجوم الفن اللي اتهموه انه افسد الذوق العام في الفن، وان بافلامه دي سبب كارثه للاجيال الجديده كلها، لدرجه ان الداعيه الاسلامي خالد الجندي شن هجوم عليه لفترات طويله وقال ان اللي بيقدمه اسمه قذاره فنيه، وكمان الاعلامي وائل ابراشي هاجم افلامه بشده وقال انها سبب فساد اخلاق جيل كامل.